السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحكو عن كيفية إجراء صبغة جرام ستينينج. الشرح هذا مخصص لسنة ثانية مختبرات بكلية التقنية الطبية بجامعة الزاوية، ويمكن لغيرهم الاستفادة منه. وقبل البدء، دعواتكم لوالدتي بالشفاء ولوالدي بالمغفرة والرحمة، وبسم الله نبدأ. نسعى جميعا، نحن صناع الحياة. في عملية الصبغ بصبغة جرام راح نستخدم مواد كيميائية مختلفة باش نصبغ البكتيريا ونقدر نشوفوها تحت المجهر. والبكتيريا راح تنصبغ بألوان مختلفة على حسب النوع. بعض البكتيريا راح تتلون باللون البينك، وهذه اسمها جرام نيجاتيف بكتيريا، أي البكتيريا اللي ما تنصبغش بصبغة جرام ويطلع لونها بالشكل هو. بعض البكتيريا ايضا راح تنصبغ باللون البيربل او قريب على الازرق، وهذه اسمها جرام بوزيتيف بكتيريا، وهيك يكون شكلها. اول حاجه بنديروها بنولع العافيه في البنسن بيرنر متاعنا، نجيب الولاعه وناخذ نولع بها البنسن بيرنر. علاش ولعنا البنسن بيرنر؟ تو نعرفوا بالضبط ليش ولعناه. تبعوا معي خطوة بخطوة. ثاني حاجة ناخذ الشريحة متاعنا ونديروا عليها دورة بالخطاط بالطريقة هذه، من الخلف مش من الأمام. علاش درنا دورة بالخطاط؟ باش العينة متاعنا نحطها في وسط الدائرة هذه، باش نعرف بعدين وين نقرا الشريحة متاعي. مرات تطلع مني تهرب مني، بعدين لو ما نديرش دائرة تطلع مني خارج الدائرة، فما عادش نعرف وين نحط الكيميكالز بتاعي او وين نقراها تحت المجهر. فلازم تدير دائرة على السلايد بتاعك من الخلف بخطاط خاص، ثم بعدين مدابيك ايضا تحط معلومات العينة بتاعك. انت لما بتجيك عينة اكيد بترقمها عندك في المختبر، الرقم اللي حطيت عندك في المختبر حطه على السلايد ايضا. انا بنحط 10. ثم بعد ذلك ناخذ الانوكيوليشن لوب متاعنا. هذا الانوكيوليشن لوب هذا ريوزبل مش ديسبوزبل وان، هذا راح نستخدمه اكثر من مره، معدني. بس قبل الاستعمال لازم نعقم اللوب هذا. باش نعقمه بالطريقه التاليه. نعقموه بان نحطوه على اللهب مباشره من فوق، لين يتغير لونه الى اللون الاحمر تقريبا، ويكون شكله زتوة. علاش حطيناه فوق اللهب؟ باش نعقموه. تعقيمه بوضع على اللهب يتغير لون، بيك نقتل اذا كان في اي بكتيريا نقتلها، وبالتالي نعقم اللوب متاعنا ونقدر نستعملوه. بعدين نجول العينة متاعنا ونستخدم اللوب باش ناخده من العينة متاعنا ونحطها على السلايد في الدائرة بالضبط. في اللي ياخد في دروب واحدة، وفي اللي ممكن يزيد حتى زوز باش ناخده كمية مناسبة. بعدين نحطها على السلايد. هيك حطينا العينة متاعنا. المفترض بعد ما خدينا وحطينا عينتنا ناخده باللوب نقدر نطرحه في العينة بشوية بشوية، نطرحها على الدائرة باش ما تكونش البكتيريا متكتلة على بعضها على العينة، وبالتالي يصعب رؤيتها او حتى صبغها بواسطة الصبغة. هنا قام بطرح العينة بان يقعد يوزع فيها، يميل فيها يمين ويسار كيف تتوزع العينة، وزي ما قلنا ما تقعدش البكتيريا متراصة على بعضها، وبالتالي زي ما قلت يصعب رؤيتها تحت المجهر. ثم وهذه خطوة مهمة، تو بنديروا تثبيت للبكتيريا اللي عندنا نكت هاي. بنديروا لها تثبيت بأن نمرراها على اللهب 3 مرات. نمرراها مرة 2 3. هكا جففنا العينة وايضا ثبتنا البكتيريا على السلايد، حتى لو درنا غسيل بعدين ما تتنحاش او ما تطيحش وما تغسلش البكتيريا اثناء الصبغ بصبغه جرام، لان في مراحل راح يصير فيها غسل بالميه، وبالتالي نخاف احنا البكتيريا لو ما درناش فيكسيشن او هيت فيكسينج للعينه راح ممكن البكتيريا نخسرها اثناء مرحله الغسل في صبغه الجرام. توا نبدو عملية الصبغ. عندنا مواد كيماوية نستخدمها في الصبغ. أول واحدة اسمها كريستال فايولت، الثانية اسمها أيودين، الثالثة تكون الكحول بتركيز 95%
آخر كيميكال معانا وآخر صبغة معانا هي السافرانين. ناخده أول واحدة اللي هي الكريستال فايوليت. ناخدها الكريستال فايوليت هذه راح تصبغ البكتيريا باللون البيربل أو اللون الأزرق. البكتيريا البوزيتيف أو الجرام بوزيتيف بكتيريا راح تنصبغ باللون الأزرق. علاش؟ لأن الكريستال فايوليت راح يتخلل البكتيريا البوزيتيف ويرتبط مع البيبتيد جلايكن لاير اللي موجودة في السيل وول متاع البكتيريا. الجرام بوزيتيف بكتيريا طبقة البيبتيد جلايكان متاعها غليظة شوية، أغلب من الجرام نيجاتيف. وإحنا استفدنا من النقطة هذه بأن أخذنا الكريستال فايوليت واستخدمناه في الصبغ. وهذا علاش بعدين الجرام بوزيتيف تصبغ باللون الأزرق نتيجة للون الكريستال فايوليت. فناخدو الكريستال فايوليت ونحطوه في السلايد متاعنا زي ما درت انا بالطريقة هذه، وهيك يكون شكلها. هذه كريستال فايوليت صبنا كمية كيف تتغطى العينة كلها. بعدين خلاها لمدة دقيقة، في اللي خلي فيها نصف دقيقة، في اللي خلي فيها اكثر، احنا بخلاها لمدة دقيقة. بعدين نغسلها بالمية، نجي نغسلها بالمية بالطريقة هذه ونردها في مكانها. عملية الغسيل اسمها رينز، شطف، تمصميز. يعني تلقى في الغسالة، لو تشوف الغسالات تلقى من الخيارات اللي موجودة هي رينز، يعني تمصميز. فاحنا نمصمصوه كيف نحو الكالورينج الزايد ونحو الصبغة الزايدة، وبعدين نردها في مكانها. اللي بعدها تو نستخدمه الجرامز ايودين. الايودين وظيفته تثبيت صبغة الكريستال فايوليت. اذا كان هي جرام بوزيتيف بكتيريا والكريستال فايوليت خشل البيبتيد جلايكان، قاعدة فيه شوية خلل هيك، ممكن لو غسلناها بعدين بالكحول اللي هي المرحلة الثالثة ممكن تتنحى صبغة بسهولة من الجرام بوزيتيف بكتيريا، بدل نحصل نتيجة غير صحيحة. فنستخدم الايودين ويكون ارتباط او كومبلكس مع الكريستال فايوليت في البيبتيد جلايكان لاير ويثبت لنا الصبغه على الجرام بوزيتيف. باي ذا واي، او على فكره، الجرامز ايودين عنده اسم ثاني هو الموردنت. موردنت معناها مرسخ، فاخذ اسم مرسخ لانه يرسخ في صبغه الكريستال فايوليت في الجرام بوزيتيف بكتيريا. فناخذ الايودين وحتى هو نحطه قطرات كيف تغطي كامل العينه ويكون شكلها هيك. خذينا حطينا، شفتوا، لاحظت الدوره، نحطه فيها الايودين ونغطوا العينه كلها ونخلاها دقيقة حتى هي أيضا زي ما قلت لكم في من يخلي فيها نصف دقيقة، وبعدين نغسلها تحت المية. توجيه المرحلة الثالثة، والمرحلة هذه وظيفتها هي استخدام الكحول، وظيفتها أو اسمها decolorizing أو decolorization step. وظيفتها ان لو هي عندنا مثلا جرام نيجاتيف بكتيريا وما زال في من صبغة الايودين، فنستخدم الكحول لإزالة الصبغة الزائدة. إذا كان في عندها صبغة زائدة نغسلها زي ما تلاحظوا مثلا في الصبورة البيضة، لو استخدمت ماركر بيرمننت ماركر على الصبورة البيضة مش راح يتنحى اللون، هو لأن استخدمت بيرمننت ماركر مش ماركر خاص بالصبورة البيضة. فشن ينحي اللون هذا اللي على الصبورة بسبب الماركر الدائم أو الخطاط الدائم؟ نستخدمه في الكحول هنا باش ينحي اللون هذا. نفس الفكرة، الكحول نستخدمه فيه في المرحلة هذه باش ينحي الصبغة الزائدة من الكريستال فايوليت والايودين باش كونوا كومبلكس مع بعضهم على الجرام بوزيتيف بكتيريا، النحو اذا كان في صبغه زايده، او اذا كان البكتيريا موجوده نيجاتيف جرام نيجاتيف نغسلوا الصبغه اللي موجوده نيجاتيف وما تعطيناش انها جرام بوزيتيف بالخطا، لان لو قالت الصبغه موجوده راح تطلع الصبغه وتطلع موجوده، فممكن تختلنا بعدين تقول والله احنا ممكن هذه جرام بوزيتيف وانا مش واضحه عندي وتقعد في شك. فنستخدمه في الكحول ونغسله في العينه بالكحول. لكن نقطة مهمة لازم تركزوا عليها، مرحلة الكحول هي مرحلة يكثر فيها الخطأ، لأن في من يغسل بالكحول فترة أكثر من اللازم، وبالتالي تغسل كل الصبغة الموجودة حتى لو كان جرام بوزيتيف بكتيريا واللي المفروض تنصبغ باللون البيربل، حتى هي راح تغسلها وتعطينا نتيجة خاطئة. وفي اللي ياخذ في وقت قليل جدا للغسل، وبالتالي حتى لو هي جرام نيجاتيف اللي المفروض ما تنصبغش بالكريستال فايوليت، بما إني ما غسلتهاش كويس ما خذيتش وقتي في الغسيل، فراح يقعد لي اللون البيربل النكتاي وما نكونش غسلت كويس ونحيت الكلر بطريقة كويسة، فتعطيني نتيجة خاطئة أثناء القراءة تحت المجهر. فناخذ الكحول ونصبوه على العينة متاعنا زي ما تشبحوا بالطريقة هذه،
ونخلاها نصف دقيقة. المهم أهم نقطة نستعرف هذه إنك تقعد تغسل بالكحول نين ما عاش تلقى فيه لون إنك تاي، وبعدين مباشرة تغسلها بالمية وما تعطلش بالطريقة هذه. والردة توقعت لنا الصبغة الأخيرة اللي هي الصفرانين يسموا فيها counter stain أو الصبغة المعاكسة، هذه راح تصبغ أي بكتيريا من صبغتش. فمثلا لو عندي شوية بكتيريا جرام نيجاتيف ما صبغتش بكريستال فايوليت راح تقعد بلا لون، لأن البكتيريا لونها transparent شفافة مش راح نعرف. باشين يخليني اللون البكتيريا اللي متلونتش الصفرانين يلون اي بكتيريا موجوده عندنا نكتها، فيعطينا اللون البينك زي ما شفنا بكري في الصوره. تاخذ الصفرانين او الصفرانين نحطه ونغطي العينه بشكل كامل بالصفرانين، نخلاها نفس الشيء دقيقه في اللي خليها اقل زي ما قلنا، ثم نغسلها. بعد ما كملنا مرحله الصبغ قعدتنا العينة اللي هي هذه قدامنا نكتاي، قعدتنا اللي هي في السلايد اللي قدامنا قعدتنا توا قاعدة رطبة قاعدة فيها مي، لازم نجففها. في من يجففها يخلي فيها البرة تجف بروحها 10 دقائق ربع ساعة تجف بروحها، وفي من يستخدم في البابيولوس بيبر أو يستخدم في تيشو ويحاول ينشف العينة يدويا ومانولي وما يقولش يستنى في ربع ساعة، فيحط العينة بين البيبر اللي عنده أو التيشو اللي عنده ويحطها بشوية بشوية التيشو، بعدين يخبط عليها بشوية بشوية كيف تمص المية وما تقعدش في السلايد متاعنا. ألف مبروك، انت هيك كملت خطوات جرام ستينينج، ما فيش ما أسهل منها الحمد لله. راح تطلع لك العينة بالشكل هذا أو السلايد راح تطلع لك بالشكل هذا في نهاية الخطوات متاعك. جفت عينتنا أصبحت جافة ودرت لك جرام ستينينج، تو نمشي نقراها تحت المجهر. فلو كانت جرام نيجاتيف راح تطلع لي لونها بينك بالطريقة هذه والشكل هو، ولو كانت جرام بوزيتيف راح تطلع لونها بيربل بالشكل هذا. وبهيك كملنا جرام ستينينج، إن شاء الله تكون واضحة وسهلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.